Okay.
عقوبتين على خلاف ما بين الاثنين.
تنميه واضحه حتى النص القائم شذريه وذلك 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 الذكر والذكر جنب المعرفه درجه المعرفه فهو تغريب عام التغريب العام التغريب يعمل الحرص او النفس ويسمع ويظهر خير وهل يستوفي ذلك الرجل والمراه وهل التغريب عقوبه حديه ولا عقوبه عظيمه عقوبة حسية عن طب يطلب في هذا المرض وغرابة ذلك
سافر لوحدين من دول مجموعة سافر الأرض حياتهم اثنين هتودي معاها رجل قريبنا لروحها من محرم طبوية هو مطلقة دائما بان عطاء الواحد تم التحقيق بينا يبقى ظلم طيب نفقاته على مين؟ على المرأة كذلك هو خدمات Thank you.
الصف الثاني من الصلاه ازاي من المخصص يعني المتزوج ودخل في نكاح صحيح وذاق طعم يزيد في الزواج خلاص الزواج كويس منفحش يعتدي بعد ذلك العقامات التي تعرض لها فلو فعل مثل ذلك يمكن غلطته في العقد ايه المطلوب على الزاني السؤال الآن
كانت الإسلامية الفردية غير الجماعية. لما حصل الأصحاب ربما المنزل بعض الشيعة والزيدية والرواية عن الحنابلة قالت لا، في حديث يقول السيد جلد مئة وتدريب معه. البكر والبكر والسيد كان جميع ورجل من المنطقة. تالي الحديث نردنا فيها البكر والبكر كان جميع وتغيب عنه السيد بالليل كان جميع ورجل من المنطقة. يبقى البكر لعقتين مئة جلدة وتغريب عام، وبرضه السيد له عقوبة جلدة مئة وبدن مئة. اللي قال بهذا العقد أصحاب المذاهب الفردية مش المذاهب الجماعية السنية، بس منهم الشيعة الزيدية اللي وقف عليها عن الحنابلة وأصحاب برميزة ومش عارف حسب يقول المزايا الفردية مثل المزايا التطورات في عصر الصحابة والتابعين. لكن جاء الجمهور على ذلك ولغى هذا الكلام ولا الحديث في الكلام، لكن السري من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ان المزايا المعصم قدوها بالرجل منها فقط بدليل قوله وفعله لا يحل دمه للمسلم الا باحتساس السيد السيد، وان الرسول صلى الله عليه وسلم راجعنا الحديث المركبية وراجعنا الموت إليه. إذا القمر وفعله وأسلام ويحب زين ويحب زين من عقوبة زين ومحسن قد رجل وضع أما الجنب فكلام ضعيف ولا قيمة له ولا وزن. أما الحديث المرسول يقول السيد السيد جنب ما يهرب من الأسد السيد السيد قامل السيد السيد أخذ من أجل ما يرد الحلاب. هذا الحديث المردود والضعيف عليه المهم عن السائل والسحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله، وإن مطلع أن يقعد يستوضي أميس إلى مرأة الحزن وقعد عفيف كمال شبهات وإن مزيانة عقب التحديد ومرأة زنت وانتعب الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أميس اذهب الى امراتها ان اعترفت خرجمها ولم يكن فجدها معقولا. اذا المستقر في السنه ان العقوبه الحديه مثل الجن والقران هو الرجل فقط، اما الجن فمشكوك ومنصور في روايته. اذا ما هي عقوبه الزاني المحصن الرجل الرمى بالحجارة؟ الدليل قوله وفعله صلى الله عليه وسلم لمذهب الجمهور أن الخوارج وغيرهم من باب مفيش إلا الجد فقط. ثم قال ابن السابق عن ذلك في القرآن بيقول عليه في الآية منسوخة منسوخة من الأخ يعني دوك، لكن السائل كما سمع تعالوا للوقت والفرق بينه وبين الزمن. الوقت في حالة واحدة الوقت حكم التحريم من النصوص القرآن الكريم والسنة أنه
دي مش مشكلة، المشكلة في عقوبة الوعظ. هذا من الوعظ زمان المنزل بمنزلة في بعض الأطفال الزين وصانة أولاد وصانة. فاكرين؟ هذا من الوعظ زمان يعاقب بقوة الزنا ولا ليس الزنا فيختلف فيه القرار. هم التفسير على كلمة الوعظ زنا يعاقب بعقوبة الزنا، بس مو على العقوبة. هل المواقف زينه؟ إذا لا ظاهريه وحنفيه المواقف زينه، انما الجمهور على ان المواقف زينه ويعاقب بعقوبه الزنا. لكن ما هو نوع العقوبه بعد اتفاقهم على المبدا ان الزنا ويعاقب بعقوبه الزنا؟ طب ما هي نوع العقوبه ونعاقب بها في المعرفة الرفضة أو أصحاب الوعظ. أرى قال المالكية الله والمعروف بالسبب اللي هو النقص الإلقاء من عرض الاثنين حكم واحد، القتل الموت يقدر يكون يعرف بالحكمة أو بسيف أو بساق أو رأي أو خوف إلى آخره، ما في مشكلة في الاثنين. لكن الحكم واحد بالنسبة للاثنين، محصنين غير محصنين المجزأ، يبقى القتل الموت. طريقة الموت بالقتل طريقة هي تطورت الصاعقة الكهربائي أو إلقاؤه من الجبل أو كذا إلى آخره، أو رغم من الرصاص أو صاعقة من الجبل أو لما موته جوع أو مش مشكلة، المهم أن أنا أفقده الحياة الإنسانية. الاتجاه الثاني إذا كان أبو حنيفة والزهرية فاكرين لما قالوا إن الضباط ليس زنا فما يعاقبش بعقوبة الزنا، إنما يعاقب بعقوبة تعزيرية زي الحاجة في المعاصي اللي يراد نازل يحبسه مدى الحياة، يحبسه 30 سنة 50 سنة على طول ما يراد، يحبسه إلى أن يتوب وتظهر توبته حفلة من السنين ضلع من السنين زي مشايخ. لكن الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي قالوا يعاقب بعقوبة الزنا، رواية عن الحنابلة الشافعية اللي لا يعاقب بعقوبة الزنا محصن أو غير محصن، فإن كان محصنا المحصن جلد عن جلد ما هو اللي واضح تعرف ما الدليل على تحريمه القرآن والسنة من عقوبة الواضح اتفقوا على المبدأ إنه هو زنا نزل من ذلك الزنا، لكنهم اختلفوا في نوع العقوبة لأنه مختلف في حقيقته هل هو زنا ولا كذا، فاختلفوا في العقوبة على الرغم من أن في النهاية انتهوا إلى أن زنا، بس العقوبة مختلفين فيها لأنهم حقيقته بالزنا، لأن الزنا المصطلح بتاعه اللي احنا قلناه فاكرين؟ الحالة رقم واحد لو وقف في فرج آدمية لا أخره للزنا، لما
صح أنا مطلوبات شيء كلام هل هو زنا ولا بيه؟ قيل نعمل اثنين بمعنى واحد هل هو زنا وقيل لا لأن اسم روضي هي بشيء مجاني وكل اسم كل مصطلح للفظ معين كلمة زنا لها معنى معين هو اختلاف مش عارف إنما الوقت إذن الزكاة الزكاة لا أدب إذن اختلفت الأسماء الأسماء في المعاني والأحكام والمصطلحات وعليه دي الكلام الدربكة بين الصغرية وبين الجماعة الخمسية في المسجد الجمهور أنا الجمهور أن لا ما في مشكلة في الإنسان في بعض الزمان بس العقوبة على اتجاهات سياسة الاتجاه الأول أنها هي قالوا الله نعم الزنا بس الاثنين هيعاقبني بعقوبة واحدة اللي هي القتل الرمي من فوق شاف من فوق جبل رمى بالرصاص ساقا بالكهرباء الفاعل كل مفعول بتنزل يلا الظاهرية والحاجية ما عندهمش اللغة زنا مصطلح زنا ما يمشيش عندهم لأن كله بيقول الزنا هو كذب اللغة مش كذب إذا العقوبة لا تختلف مش عقوبة حقيقية العقوبة تعزيرية ما يراه القاضي الحاكم مناسبا ما يراه مناسبا إن شاء الله حتى يوضع في محتوى ذلك سياسة لا حدا لأن ما فيش نص بيقول بيقرر عقوبة الوقت وفي نص بس في كلام الفاعل والمفعول تخبره الفاعل والمفعول بس الحديث لا حول ولا قوة المهم إن الظاهرية والجماعة الحنفية قالوا إن المعاقب بعقوبة تعقب زي اليدين بالله لا عقوبة حقيقية ومعروف عقوبة تعزيرية زي ما قلنا قبل كده مفوض أمرين مطلوب أمرين الإمام والإمام والإمام كما أرى الاتجاه الثالث قال لك طول السطرين الناس ما عقوبة قال لك والله هو كالسنة في المسجد فإن كان مفصلا يبقى الرجل غير مفصل يبقى جلد الله وجلد الله عندك بعد كده كلام وتكرر الكلام السابق أما كيفية القتل بالنسبة للرطي للرواط فهي إما بالسيف وإما بالغيار هذا Thank you.